ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس الدائرة السياسية لإصلاح حضرموت محمد بلطيف. مساء الخير، لماذا بيان الأحزاب الآن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للبيان الذي صدر اليوم من مجموعة من الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية في حضرموت، نعم، جاء بعد نداء وجهتها أو دعوة تبنتها بعض القوى المدعومة من المجلس الانتقالي التي عقدت لها لقاء في الوادي في منطقة الردود، ودعوا فيها إلى تشكيل معسكرات أمنية وعسكرية. نحن حذرنا وحذر كثير من أبناء المحافظة في حضرموت أن مثل هذه الدعوات التي تتبناها مكونات أو أحزاب سياسية أو توجهات معينة عبر تشكيلات خاصة بها أو عبر لجان تشكلها هي، هذا يجر حضرموت إلى مربع الذي طالما سلمت منه وحافظت على عدم الانجرار إليه، وهو مربع الميليشيات التي تفخر حضرموت اليوم بأنها قد حافظت على وحدتها وتماسكها المجتمعي والرسمي من خلال أنها التزمت بأن يكون أي تشكيل عسكري أو أمني يخضع لمؤسسات الدولة الرسمية، سواء كان ذلك من خلال التشكيلات التي حصلت في ساحل حضرموت من خلال ما يعرف بالنخبة الحضرمية التي هي أفرادها ينتمون إلى المنطقة العسكرية الثانية التي تتبع وزارة الدفاع اليمنية، أو المنطقة العسكرية الأولى التي تخضع أيضا لوزارة الدفاع، وكذلك التشكيلات الأمنية التي تخضع لوزارة الداخلية. نعم، بالنسبة للسلطة المحلية، التشكيلات العسكرية والأمنية هذا يفتح أبواب جهنم على محافظة حضرموت التي تنعم بالأمن والاستقرار. نعم صحيح، أنتم أو السلطة المحلية تتفق معكم من ناحية وتختلف معكم من ناحية أخرى، هي أيضا ترفض أي تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة، لكنها أيضا لم تتجاوب مع مطالب الاعتصامات والمعتصمين. ما هو موقف الأحزاب من هذا الواقع؟ هذا جزئية أخرى. نحن الآن البيان صدر فيما يخص التحذير من خطورة تشكيل أي تشكيلات ملشوية خارج إطار الدولة والإجهزة الرسمية. يبقى الموضوع الآخر نحن تحدثنا فيه أيضا في البيان نفسه، والذي تضمن وقوفنا مع مطالب الناس العادلة من خلال المطالب السلمية التي خرجت فيها يعني الناس، سواء فيما يعرف بالهبة الآن الهبة الثانية أو من قبل ذلك في الفعاليات الجماهيرية المختلفة التي شهدتها المحافظة للمطالبة بالحقوق، نشاط النقابات، الجامعات، مختلف شرائح المجتمع. هناك معاناة شديدة يعانيها الناس من سوء الخدمات، من الفساد الذي يستشري في الإدارة، من غياب السلطة يعني القانون يعني المؤسسية في السلطة، تعطيل مؤسسات الرقابة والمحاسبة. نعم. نعم. كذلك يعني هناك مشاكل كثيرة نعاني منها في أداء. نعم. سيد بلطيف، دعني أعود إلى موضوع البيان. هل كل المكونات السياسية في حضرموت موقعة على هذا البيان بين الأحزاب؟ الأحزاب التي وقعت مسجلة في هذا البيان. نحن تواصلنا مع هناك غياب لبعض المكونات، لماذا؟ يعني بعضهم أبدى يعني وجهة نظر خاصة بها بأنها يعني يرى في أن هذا قد يظهر اصطفاف ضد جهة معينة، وفي الحقيقة الموضوع هو اصطفاف من أجل حضرموت، ليس اصطفاف ضد أحد، لأن قضية الملشنة هو تستهدف الجميع وتستهدف الدولة وتستهدف المجتمع بشكل أساسي وسلمة ووئام وصيامة. فيعني هذا يخص كل حزب بذاته. تواصلنا مع أكثر الأحزاب والذين يعني استجابوا وقعت على هذا البيان، والآخرين مطالبين اليوم بتحديد موقف من هذه المسألة، إما أن يكونوا مع أن تكون المؤسسة العسكرية والأمنية منضبطة تحت يعني إطار واحد، وإلا أنه يكون مع ميليشيات أو المشرع أو يدخل بلا موقف. سيد محمد بلطيف، رئيس الدائرة السياسية لإصلاح حضرموت، شكرا جزيلا لك.